هيا يا صغاري تحركوا، لماذا أنتم بطيئون؟ بسرعة بسرعة، لا تتباطؤوا، أحسنتم. تدربوا سأعود إليكم. لقد ذهب، روعة. يمكنني أخيرا أن أتناول إم&إمز. وأنا لا أمانع، في التويكس المفضل لدي. يا رفاق، لماذا تأكلون وأنتم تلعبون الرياضة؟ هل يمكن الجمع بين تناول الحلويات والرياضة؟ أوه شون، عليك أن تنتبه لرباط حذائك. هل أنت بخير؟ نعم، لكن حلوياتي سقطت. سألتقطها الآن هكذا. هذه طريقة ممتعة. أوي المدرب، تأكل الحلويات أثناء الجري؟ كيف تجرؤون يا رفاق على تناول الحلويات في صالة الألعاب؟ إذن انتهى الأمر، لقد قررت. سأتخذ التدابير، لا حلويات في صالة الألعاب الرياضية. أحب غزل البنات والذهاب إلى الرياضة. مرحبا أيها المدرب، جئت لأتدرب ثم أكل هذه الحلوى. أيمكنني الدخول؟ الحلويات ممنوعة. اذهبي بعيدا وخذي الحلوى معك. حقا؟ كم هو لئيم. حسنا، سأفكر في حل. لم أضطر إلى الانتظار طويلا. حلوى القطن تشبه كرة المشجعات. أنا أتدرب على رقصة جديدة لبطولة كرة القدم، دعني أدخل. حقا؟ هل تأخذينني معك؟ أريد أن أتحرك بشكل رائع. بالطبع ادخلي، سأنضم إليك حالا. قلت لكم أنني سأحضر حلوى غزل البنات معي، والآن سأستمتع بها. كم هي لذيذة. أوي أتى المدرب، ما رأيك بحركتي الجديدة؟ أنت رائعة أليس؟ تحركي تحركي. ما هذا؟ هل لديك شارب مثل شاربي؟ نحن فريق الآن وسنؤدي حركة راقصة معا. لكن لحظة، أنا لدي شارب لأنني رجل بالغ، لكن أليس فتاة؟ من أين الشارب؟ ولونه وردي. ماذا أحضرت معك؟ حلوى غزل البنات؟ شهية. لكن هذا فظيع يا أليس، كيف تجرئين على خرق القواعد؟ سأغادر الآن. هاي قفي، مجموعة الحلويات خاصتي، لكن كيف يمكنني إدخالها إلى صالة الألعاب الرياضية؟ المدرب هنا ويبدو خطير. علي أن أفكر في شيء ما. ليس لدي قوة كافية، لكنني ذكي. هذا صحيح، فكرة رائعة. سأملأ كيس التدريب بحلوياتي المفضلة. المدرب بالتأكيد لن يلاحظ أي شيء. رائع. مرحبا أيها المدرب، جئت إلى صالة الألعاب الرياضية من أجل الملاكمة. أعطني كيس الملاكمة إلى هنا، سأريك بعض التقنيات. هنا هنا هنا، هل ترى؟ تذكر هذا. أيمكنني الدخول الآن؟ شكرا على القفازات. هيا ادخل. إذن هكذا علمني المدرب، أضرب هنا وهنا. لا أحد في الجوار، إذن يمكنني أن أكل أخيرا. كيف يمكنني أن أتمرن بدون جرعة من السكر؟ لذيذ. أوي أتى المدرب على المتابعة. شون، لكمات جيدة، تابع عملك، أحسنت. يبدو أنه غادر، عظيم. يمكنني أن أكل المزيد من الحلويات الآن. كم هي لذيذة. أي ماذا حدث؟ لماذا يدي عالقة؟ هيا انسحبي. لا أستطيع النهوض، لدي انهيار جلدي من السكيتلز. ما كان هذا الضجيج؟ شون. البطيخ. لكن المدرب ليس في مزاج جيد اليوم. لا حلويات، ما هذا؟ الحلويات ممنوعة. علي التفكير في حل، أريد أن ألعب كرة السلة وأنا أكل البطيخ. بالضبط، يمكنني أن ألون البطيخ على شكل كرة السلة. ويقولون أن الرياضيين أغبياء. هذا مثالي، المدرب لن يخمن أبداً. والآن أحتاج إلى تغيير الزي.
يا ترى ماذا سيحدث إذا وضعتها في أنفي ونفخت؟ أوه، هذا مشوق. أوه، أنت في فريق كرة السلة، رائع. أنا أيضاً لاعب كرة السلة، أعطني الكرة. لماذا تحتاج الكرة؟ انظر هناك. أوه، خدعة قديمة لكنها فعالة. أوه، ما هذا؟ بطيخة؟ قررت أن تخدعني؟ كيف تجرؤ؟ حسناً، أحتاج إلى خطة فعالة 100% لأدخل الحلويات، لأن المدرب سوف يأكلني حيا مع الحلوى إذا رآني. ذاك المسكين، كيف سأدخل هذه القطعة الضخمة؟ آه، بالضبط. هل تخدعينني؟ هل تظنينني أحمق؟ أوه، لدى لاعبي الكاراتيه قطع خشبية جديدة، وماذا علي أن أفعل؟ الآن سوف أظهر لك مهاراتي. كييا! واو، هذا كان رائعاً. أحسنت عملاً. خذي قطعة الخشب ويمكنك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. وما هذه الرائحة؟ شوكولاتة. قفي، علامة الشوكولاتة هذه من قطعة الخشب خاصتك. هيا غادري بسرعة. سمعت أن الشوكولاتة تهدئ الأعصاب. أتذكر هذه المباراة كانت قوية. هيا توقفي، هذا ممنوع. سوف أتخلص من هذا وسترين ماذا سأفعله بالزجاجة. سأفعل نفس الشيء مع كل الحلويات في طريقي. حسناً، هذا المدرب يغضبني كثيراً. كيف يمكنني إدخال الحلويات؟ البوالين، إنها فكرة. أولاً علي تنفيسهم، وبعد ذلك أسكب الشراب المفضل لدي فيهم. هذا بسيط جداً ورائع. ثم أضع هذه البوالين المملوءة بالشراب داخل ثيابي، وسأحصل على جسم رائع. أوهو، مساء الخير. ماذا تفعل هنا؟ نعم نعم، لا داعي للرياضة مع هذا الجسم الرائع. مرحبا يا رفاق، ما رأيكم بجسم الرائع؟ نعم، لا داعي للمجاملات، أعلم أن جسمي مذهل. نعم، لا تشتتوا انتباهكم، عليكم التمرن وستحصلون على جسم رائع مثلي. أويلا الفونتو، لقد انسكبت وفقدت كل شيء. يا إلهي، أين المدرب؟ لم أرغب في رؤية هذا. لم أكن أعتقد أنه نرجسيا ويحب نفسه بهذه الطريقة، لكن كيف يمكنني إحضار الهوبا بوبا؟ بالضبط، سأضع بعض العلكة على جبهتي، إنها تشبه الشرائط الرياضية. أحتاج أيضاً إلى لف يدي لحمل أكبر عدد ممكن من الأشياء اللذيذة معي. حسناً، لنذهب. كان لدي معدة مفصلة من قبل. أوبا، توقفي لين، أنا بحاجة للتحقق إذا كان هناك حلوى. ما هذه؟ ربطة رياضية رائعة مثل خاصتي، يمكنك الدخول. معدتي تذكرني بجيلي. إذن لا أحد هنا؟ علي أن أجدد طاقتي ببعض اللذاذة. أوه، كم هذا لذيذ وشهي، وسأكل هذه الشريطة أيضا. أتى المدرب، علي أن أكل كل شيء بسرعة. آمل ألا يكشف أمري. هيا هيا، بنشاط أكثر، أقوى. أنا متعب بالفعل. أحسنت عملا. بالضبط، كرة هوائية رياضية. الآن سأقوم بنفخ واحدة رياضية ضخمة، هذا سينجح بالتأكيد. هذا فقط مثالي، الآن دعونا نقفز. أحسنت عملا. شكرا لك أيها المدرب. نعم، أنا ذكية، لقد خدعته. لا، انفجرت الكرة. من الواضح أن العلكة ليست المادة الأكثر متانة.
كيف يمكنني إدخال الشوكولاتة؟ أشم رائحة حلويات؟ إنه يشم كل شيء، ماذا علي أن أفعل؟ عضلات البطن. لم أقم بتفصيل عضلات بطني، لكن أستطيع فعل ذلك مع الشوكولاتة. ممتاز، الآن أبدو كامرأة قوية للغاية، يمكنني الدخول. تخفين هنا حلويات؟ هيا أخرجي من هنا بسرعة. إما، متى أصبحت متحمسة جداً؟ يا لها من عضلات بطن مفصلة، تفضلي إلى التمرين بالطبع. على ما يبدو أنا بحاجة إلى التمرين أيضاً. أنا متعبة قليلاً، ويمكنني تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة. تعالوا إلي حلويات لذيذة، الآن سوف أكلكم. يا لها من رائحة، ويا له من طعم. المدرب، أحسنتي يا نانسي. هيا يا إما، تستطيعين فعلها، لديك عضلات بطن قوية. هيا هيا بسرعة، ادفعي، عليك حرق الدهون. لن أحرق الدهون، سوف أحرق الشوكولاتة، هذا صعب. يمكنك فعلها. ماذا لديك هناك؟ شوكولاتة. صنعت عضلات البطن من الشوكولاتة، أخرجي بسرعة. بما أن فيديو اليوم أعجبكم كثيرا وأضحككم، شاركوه مع أصدقائكم، وضعوا إعجاب واشتراك على قناتنا، وإلى اللقاء يا أصدقاء.